فوضى وإرباك بمطار بغداد الدولي إثر تعطل عدد من الرحلات الجوية. هي ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة. ما العمل بتقديرك لتصويب هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يعكس واجهة البلد أصلاً؟ مساء الخير وتحية لحضرتك وللمشاهدين الكرام. الله. احنا خلينا نكون منصفين ومحايدين. طيب. الحالة اللي صارت يعني في موسم الصيف في كل العالم ممكن تحصل هذه الحالة، انه يصير تأخير بالرحلات، وما بالك احنا في العراق عندنا موسمين، موسم نسميه الهاي سيزونز، موسم الصيف، موسم السياحة، زائدا موسم الزيارة الأربعينية. فهذا اللي صار نتيجة الزخم الحاصل على الطلب على الرحلات في شركة الخطوط الجوية العراقية، ولكن هذا لا يعفي إدارة الشركة من تحمل مسؤولية ما حصل. مسؤولية ما حصل هو أعزي أو أخلي السبب عليه بسبب سوء الإدارة الحاصل في الشركة، وهذا طبعا تشخيص إحنا مشخصيه كمراقبين من فترة، ونحاول دائما نساعد الشركة في إيجاد بعض أو إعطائهم الرؤى للحلول. بعض هذه الرؤى هي يعني تتعلق في موضوع أنه الإدارة لا تكون محصورة في يد مدير الشركة. إحنا دائما شركات الطيران هي تكون إدارتها من خلال مجلس إدارة، مجلس إدارة تخصصي. هذا مجلس الإدارة في جانب من عنده يتحمل موضوع التسويق، في جانب من عنده يتحمل موضوع الصيانة التجارية غيرها وغيرها، على مود يساعدون مدير الشركة في إنجاح مهمته التشغيلية اليومية هو ومدراء الأقسام. لكن مع الأسف التشخيص الحقيقي الحاصل في شركة خطوط الجوية العراقية هو عدم تفعيل دور مجلس الإدارة لمعاونة هذه الشركة للخروج من هذه الأزمة اللي تمر بها، برغم محاولات الإدارة سواء بالوزارة أو بالشركة للعمل على إخراجه، لكن كل اللي دا يصير هو إجراء أو حل وقتي وليس حل جذري.